السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل لكم رجول فراخ اللي هي بيسموها كوارع الناس الغلابة. هتجيبي نص كيلو أو كيلو حسب الكمية اللي انت عايزاها أو حسب عيلتك كام فرد، ومن عند الفراخ دي، وتغسليهم كويس. تبتدي تقطعي الضوافر بتاعتهم بالطريقة ديت. يا ريت تكون رجل الفراخ كبيرة شوية، بتبقى يعني الكمية بتبقى حلوة. يعني لو رجل فراخ كبيرة تبتدي تقطعيها تحطيها في مصفى، بعدين تحطيها في مية مغلية سخنة جدا، تحطي عليها مشروم. لو عندكيش مشروم حطي بطاطس متقطعة قطع صغيرة جدا، تقلبيها في المية المغلية. وبعدين احنا محتاجين الشوربة دي يا جماعة، دي شوربة الكوارع. ما ترميش المية بعد كده، نصفيها وخليها على جنب. تبتدي تشيليها من المية السخنة، تقريبا بتاخد لها بتاع حوالي نص ساعة. تصفيها بالطريقة ديت. الكمية متروكه لك، نعمل الكمية اللي انت عايزاها. شايفين العظم يا جماعة شكله عامل ازاي؟ يجنن. دي كمية تانية عملناها، شكلنا عازمين ناس كتير النهاردة. بتشيليها برضه وتصفيها. طيب اوكي، احنا خلصنا دلوقتي اللي هي عملية اللي هي غلي الشوربة والمشروم اللي هنعمل بيها شوربة الكوارع. صفينا بقى الكوارع اللي هي رجل الفراخ بتاعتنا. هنعمل بقى نقليها بقى في الزيت. نجيب كمية زيت ونحط فيها رجل الفراخ المسلوقة الطريقة دي. هي مش هتاخد في التشويه يا جماعة أكتر من 10 دقايق أو ربع ساعة، بس هتاخد وقت يعني. بس يعني ماشي أوكي، نقول ربع ساعة مثلا تشوحي فيها. طبعا لونها بيصفر كده، ما انت ما بتشليهاش أصلا من التشويح لحد ما يبقى لونها ذهبي كده، تحس إن هو إيه شربت الزيت بتاعتها. بعديها هنيجي بقى نشيلها، نصفيها من الزيت كويس قوي. بعدين يا جماعة بعد ما صفنا نجيب حلة ونحط فيها مية، نحطها على النار، نحط فيها الرجل الفراخ المتحمرة. تمام. هنيجي دلوقتي نعمل بقى نظام ايه التتبيلة بتاعتنا او الخضار بتاعنا اللي بيخلي طعم الكوارع حلوة. هتقطعي بطاطس ومعاهم فلفل أحمر والبصل ثوم وفلفل، بس الفلفل ما تكسرهوش، الفلفل زي ما هو كده. تشوحي النار شوية، شلتيهم خلاص. تجيبي بقى ايه حلة مخرمة من تحت زي ما انت شايفة كده عشان تطلع عليها البخار شوية. تجيب مصفى وتحطي فيها رجل الفراخ بتاعتك والصوص بتاعك بقى، صوص حار باربيكيو اللي يعجبك، وشوية ملح معاهم، أي صوص يعجبك اعمليه. حطي كل مقاديرك وحطي عليهم الخضار بتاعك اللي عملتيه، البطاطس والشطة والفلفل. قلبيهم كويس لحد ما يبقى متجانس مع لونهم احمر شوية مع بعض. طبعا الشطة اللي فيها طبعا طلعت عليها بالشكل ده، اقعدي لخبطيهم على بعض. تحطي الصوص بتاعك، جيبي بقى الحلة اللي انت كنت جايبها بتاعة البخار، حطي فيها الطبق بتاعك واقفليها بالبخار، سيبيها بالظبط لمدة ربع ساعة. تقليها تبقى بالشكل ده، شم الريحة، شايف الكوارع، طلعيها. اعملي طبق التقديم بتاعك، ثوم بصل قطعيهم قطع صغيرة. ده الطبق بتاع التقديم بتاعنا يا جماعة. حطي عليهم شطة تاني، ملح وكاتشب، لو مفيش صلصة حطي كاتشب وصوص حار.
تبتدي اضربيهم مع بعض لحد ما يبقوا بالشكل دوت. حطي طبق التقديم بتاعك، رجل الفراخ، حطي عليهم الصوص بتاعك. وده كان طبق اليوم للستات اللي ما بتعرفش تعمل كوارع الناس الغلابة. وبالهنا والشفا، سلام.